عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا رفاق، تقبل الله منا ومنكم. زين الشكل ما عاد احلى. الله الله قابل ما يجعل وديكم في جنة. ما عاد احلى ذي يعني ما عاد احلى صدقية حسب المكلج. جزاكم الله خير سعد فهد، سعد عبد الرحمن، عبد المحسن، نادر، عايض، بدنا الجميع، ماجد، انا، كل من يشوفنا في صلاة العشاء قرأت سورة الزلزلة في آخر آيتين: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال ذرة صغيرة هذه طال عمرك حطها قدام حياتك، الله يوفقك أبو علي، هذه حطها قدام حياتك قدامك في الحياة، هذه دائم أنا أواسي نفسي فيها. أنا إذا سويت شيء عاد في أمور أنت تقصد بها الله سبحانه وتعالى، في أمور كذا معتاد عليها، فدائم حطها قدام حياتك قدام عينك. من يعمل مثقال ذرة، ما هو مثقال ذرة، يا ما عملت شيء كبر الجبل، يا ما عملت شيء ذرة ذا كبرها، كان خير ربي بحاسب. وقد سمعنا مقولة أن الحياة، ممكن قد قلت لكم أحيانا أن الحياة ليست عادلة، قد تكون ليست عادلة لأن اللي يحكم فيها البشر، لكن لما تذكر هذه الآية أنها من يعمل مثقال ذرة خيرا يره مثقال ذرة شر يره عند رب العالمين، تهون عندك، تهون في خاطرك، تواسي نفسك فيها. لما جاك أحد مثلا يعزيك في شخص الله يبعد ساعة الشر أنه كان كذا تستانع، يعني هونها في خاطر شوي، فهذه تهونها في خاطرك شوي واستشعروها، لا تمر عليك الآية كذا: ما يعمل مثقال ذرة خيرا يره مثقال ذرة شر يره وربك لا يظلم مثقال خردل. شكرا لكم، تقبل الله. لذيذة عجبتك ما عاد احلى وياك.